مصر بقى فيها مهرجان 180 مليون جنيه مستفزه جدا جدا ان ليه فستان مهرجان ب 180 تصنيف اسيوي افلام امريكيه تاخد مليون و80 فص حاجه كده عشان 10 مليون دولار دي كلها نجوم المجتمع ابن الهاني البحيري البوش انا بقول ايه انا بعمل مصر انا عندي 2300 حضور مصر كتير ما اعمل لمصر امي ربنا يديها اسم هاني البحيري وهي ضعت الكوليكشن انا مبسوط اني شفت فاشن شو اهم مصمم ازياء في مصر 2019 انا بقول لها عوده للشياكه ويلكم تو هاني البحيري